بحق المسلمين حامدين وشاكرين. آتيك نبر رجاء وبروحي وقلبي فداء تجعل قلبي كالماء كالماء المستاني هو اللؤلؤ البني أحسن في الضامين هو بيد رسول الله اسقني شربة نجاة يهدأ قلبي بالقيام ومع المبشرين ومن باب الصابرين أدخلني يا رب أمين جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين أنت العالم بالحال وبسوء في الأحوال فلو قلبي يا ربي مال وجهني للحالات ومن صحبة سيئين نجني يا رب آمين سلام على المرسلين فلا يأس أو محال ومع المبشرين ومن باب صابرين أدخلني يا رب آمين جنات العليين مع كل الصالحين وكتابي باليمين